هل تعلمون بأن الخردة الفضائية التي تدور حول الأرض يمكن أن تسقط فوق رؤوسنا؟ صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت خريطة متخصصة في مراقبة الأقمار الاصطناعية، تظهر حجم انتشار المخالفات الفضائية وتكشف عن الاصطدامات فيما بينها. وحملت الصحيفة لنا نبأً غير سار، هو أن النفايات الفضائية يمكن أن تكون قنابل موقوتة في السماء تسقط علينا في يوم من الأيام. لما الاستغراب؟ فقد تكرر هذا الأمر فعلاً، وآخر هذه الحوادث في أغسطس من العام الماضي عندما سقط جسم أسود غريب في جنوب أستراليا. يعتقد الخبراء أنه جزء من صاروخ فضائي. لتعرفوا حجم المشكلة، تقدر وكالة الفضاء الأمريكية أن هناك أكثر من 10,000 طن من النفايات الفضائية تدور حالياً حول الأرض. قد يسأل أحدكم سؤالاً مشروعاً، هل الدول العظمى التي أطلقت المشاريع الفضائية تلتزم بمعايير السلامة؟ ناسا قالت في تقرير لها إن 30% فقط من العمليات الفضائية العالمية تتبع معايير السلامة والأمان بشكل صارم. وللعلم، فإن الولايات المتحدة هي أكثر دولة تركت مخلفات في مدار الأرض. لذا فإن تغليب الطموحات الفضائية للدول على حساب معايير السلامة رفع نسبة المخاطر على حياة البشر. والنبأ غير السار أن هناك فرصة تصل إلى 10% بشأن إصابة الشخص أو حتى مقتله نتيجة سقوط الأقمار الاصطناعية القديمة وغيرها من المعدات التالفة على الأرض خلال العقد المقبل. لكن ما هو الحل؟ أولاً، وفي سباق مع الزمن، تسعى الدول لصياغة اتفاقيات تنظم نشاطها في الفضاء. ثانياً، وكما توجد شركات تزيل المخلفات من شوارعنا، ستكون هناك شركات تستخدم حلولاً ذكية لإزالة النفايات الفضائية. أحد الحلول المطروحة شباك عملاقة لتجميع الحطام أو استخدام قوة مغناطيسية لجذب النفايات الطافية في الفضاء. فهل تنجح تلك المبادرات أم أن مصير النفايات الفضائية سيكون كوكب الأرض؟